عند الانتصار الخامس لحسين سلطاني، هكذا يقال طبعا حسب الأخبار التي وصلت إلينا. حسين سلطاني نزل منذ يومين في مدينة تيه الفرنسية وفاز بمنازلته الخامسة أمام عزيز مخلوفي الفرنسي الجزائري الأصل في منازلة تفوق فيها سلطاني بالنقاط، كانت صعبة جدا من 6 جولات. المنازلة الخامسة لحسين سلطاني في عالم الاحتراف.